السلام عليكم. الآن غادي نشوفو ما يسمى بالاحتمالات الكلية لي بروبابيليتي توتال. إذا غنبداو بالتعريف ديال هذه الاحتمالات الكلية. نقول إن الأحداث A1 وA2 و AN، حيث N أكبر من أو يساوي 2، يعني N من 2 لفوق، N ممكن يساوي 2 3 4 إلى آخره، ف تكون جزئا اون بارتيسيون. جزء ديالاش ديال كون الامكانيات اوميغا. تعرفوا حنا كون الامكانيات هو اللي فيه جميع الامكانيات ديال واحد التجربه عشوائيه اذا تحقق ما يل. اذا كاينين شي شروط هنا غادي نحاولوا نشرحوهم. اذا اول شرط هو ان مهما تكون اي تنتمي لواحد جوج مجموعه جوج ثلاثه تاع الان، خص يكونوا هاد لي اي كامل تيخالفوا مجموعه فارغه، يعني هاد لي اي ما خاوينش تيخالفوا مجموعة فارغة، يعني فيهم عناصر بطبيعة الحال. إذا المجموعة أي تخالف مجموعة فارغة. ثاني حاجة، سيكون A1 وA2 و تال AN هي أحداث غير منسجمة. ما معنى أحداث غير منسجمة؟ مثنى بمعنى فوق تما شديتي شي جوج ديال أحداث من هاد الأحداث، فخصهم يكون التقاطع ديالهم تيساوي مجموعة فارغة، يعني ما تيتقاطعوش. مثلا خدينا هذه مع هذه ما تتقاطعوش، هذه مع A3 ما تتقاطعش، AN مع A1 ما تتقاطعش. اذا فوق تما خدينا واحد جوج ما يكون اي تخالف جي، يعني جوج مختلفين، فهاد احداث اي تقاطع اجي تتساوي مجموعه فارغه، ما تتقاطعوش، نقولوا بانهم احداث غير منسجمه كما شفنا في الحصه اللي فاتت. واخر حاجه اللي هي مهمه بزاف هو ان الاتحاد ديالهم كاملين لينيون ديال ال ايغالا اوميغا، يعني الا اتحدوا مع بعضياتهم كاملين تعطونا اوميغا. اذا او يعني اتحاد لينيون، وهذا الرمز تسمى تقاطع، سي لانترسيكسيون. المهم نمثل لكم هاد الجزء، غادي نمثل لكم بهاد الدائره. مثلا نفترضوا بان هذه هي اوميغا، مجموعه اوميغا اللي هو كون الامكانيات. بطبيعة الحال هاد أوميغا تنقسموها إلى مجموعات بحال واحد الـ واحد الأجزاء، فتنقسمو لأجزاء صغيرة. الجزء الأول سمينا A1 ثم A2 ثم A3 ثم A4 A5 إلى آخره حتى AN. إذا هادو كلها أجزاء من أوميغا. الملاحظة الأولى هو أن هاد الأجزاء تخالف مجموعة فارغة، يعني ما خاوينش، جميع الأجزاء ما خاوياش فيها عناصر. ثاني حاجة هو أن فوق تما خديتي جوج من هادو فالتقاطع ديالهم تيساوي مجموعة فارغة، يعني ما تيتقاطعوش، هذه مهمة كذلك. إذا هنا تلاحظوا ما تيتقاطعوش هاد الأجزاء. وآخر حاجة اللي هي أساسية هو أن الاتحاد ديالهم إلا اتحدوا مع بعضياتهم كاملين تعطونا أوميغا. فهاد الأحداث اللي تيحققوا هاد ثلاثة الشروط فتسميو تيكونوا تجزئة، تيتسموا إن بارتيسيون ديال أوميغا. إذا نحن عرفنا التجزئة، نحتاجه فيما يسمى مباهلات الاحتمالات الكلية التي تتخدم في بعض التمارين. ليكن A1 وA2 وAN جزئيا، عرفنا شنو هو الجزيء لكون إمكانيات أوميغا، عرفنا دابا شكون هو الجزيء، وب حدث من أوميغا. بطبيعة الحال هاد ب راه ضمن أوميغا، واحد الحدث كيف ما كان لدينا. إذا بغينا لا بروبابيليتي دو أ، بروبابيليتي دو بي باردون، إذا الاحتمال ديال بي شنو تيقول لك؟ تيقول لك هو الاحتمال ديال A1 مضروبة في الاحتمال ديال بي، علما ان A1 محققه، هذا احتمال شرطي، زائد لا بروبابيليتي ديال الجزء الثاني اللي هو A2 مضروبه في لا بروبابيليتي دو بي علما ان A2 محققه الى اخره، زائد حتى اخر وحده اللي هي بروبابيليتي ديال اخر جزء اللي هو AN مضروبه في لا بروبابيليتي ديال هذا الحدث بي علما ان AN محققه. دونك هنا كاين احتمال عادي مضروب في احتمال شرطي، احتمال عادي مضروب في احتمال شرطي الى اخره. اذا هذه تتسمى مبرهنات الاحتمالات الكلية. غادي نشوفوا مثال بطبيعة الحال من بعد. حالة خاصة، تصوروا مثلا كان عندكم واحد الحدث A بحيث البروبابيليتي دو A تتخالف زيرو، هذا تعني بأن A تتخالف مجموعة فارغة، والبروبابيليتي دو A تخالف واحد يعني أن A تتخالف أوميغا. فإن لكل حدث B ممكن نشتغلوا في بعض الامتحانات بهذه الخاصية. لا بروبابيليتي دو بي سي لا بروبابيليتي دو ا مضروبه في لا بروبابيليتي دو بي علما ان ا محققه، بلوس لا بروبابيليتي دو ا بار مضروبه في لا بروبابيليتي دو بي علما ان ا بار محققه. علاش هذا الشيء صحيح؟ فهنا التجزئ اللي استعملناه هو ا اتحاد ا بار تنعرفوا هو اوميغا، انا مثلت لكم بهذا الشكل اوميغا، فتعرفوا بان ا
الى تحدث مع الحدث المضاد ديالها هي اوميغا، وا تقاطع ابار يساوي مجموعه فارغه. معمر ا تتقاطع مع الحدث المضاد ديالو طبيعه الحال، يعني منطقيا تساوي مجموعه فارغه التقاطع ديالو. اذا عندنا ا و ابار فتكون جزئين لاوميغا، اذا ا و ابار تتكون جزئ، وبالتالي فهذا ا واحد هو ا وهذا ا جوج هو ابار. اما ا ثلاثة و اربعة ما كايناش، اذا تنحبسو هنا، تنكون وصلنا لهذ الحالة وتنكون طبقنا مباراة الاحتمالات الكلية في حالة يعني كان عندنا ا و ابار هو جزئ لاوميغا. دونك دابا من بعد غادي نشوفو مثال فين تنستعملو هذا ما يسمى بمباراة الاحتمالات الكلية. اذا غادي نشوفو واحد المثال اللي هو مثال مهم باش نفهمو هاد المباراة ديال الاحتمالات الكلية. اذا المثال هو هذا، نعتبر واحد المكعب غير مغشوش بطبيعة الحال ما فيهش الغش. تحمل وجوه الستة لأن الناض مكعب في ستة الوجوه، الأرقام فيه واحد 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 وجوج جوج، يعني أربعة الوجوه فيهم واحد فيهم واحد، وجوج ديال الوجوه فيهم الرقم جوج، ماشي بحال الناض العادي اللي فيه من واحد لستة. ونعتبر صندوقين إي واحد يحتوي على ثلاث كرات حمراء وكرتين بيضاوين، إي جوج يحتوي على أربعة كرات حمراء وثلاث كرات بيضاء. إذا عندنا جوج ديال الصنادق ماشي صندوق واحد، وعندنا الناض. نار من النار، التجربة تبدا من هنا. دونك نار من النار مرة واحدة في الهواء، دونك ترمي هذا النار مرة واحدة في الهواء، شنو تيوقع؟ إذا ظهر رقم واحد فإننا نسحب كرة من إي واحد، وإذا ظهر رقم جوج فإننا نسحب كرة من إي جوج. إذا هنا كما تلاحظوا عندنا واحد التجربة عشوائية اللي فيها جوج ديال التجربات أولا اختبارين، تنقولوا عندنا تجربة عشوائية فيها إما تجربتين أولا اختبارين. الاختبار الاول هو رمي النرد مره واحده، والاختبار الثاني كما تلاحظوا في التمرين هو سحب الكره من الصندوق. غير هو هاد الاختبارين فهما ما مستقلينش، يعني واحد مرتبط بالاخر، فرمي النرد والنتيجه ديال رمي النرد مرتبطه ب ب بي واحد، وكذلك بسحب الكره، وسحب الكره هو مرتبط ب ب بالنتيجه ديال النرد. إذا أول ما هو احتمال الحصول على كرة بيضاء، بغينا نحصلو على كرة بيضاء، ما هو احتمال الحصول على كرة حمراء؟ السؤال الثاني، السؤال الثالث، علما أن الكرة مسحوبة بيضاء، ما هو احتمال أن تكون من الصندوق إي واحد؟ فاش تكون هنا علما، راكم عارفين فاش تكون علما، خصنا نشوفو بطبيعة الحال هذا هو الاحتمال الشرطي. إذا كما قلتلكم عندنا تجربة عشوائية وحدة، ولكن مقسمة إلى تجربتين أو اختبارين. الاختبار الأول هو رمي النار، أو التجربة الأولى هي رمي النار، والتجربة الثانية هو سحب الكرة اللي عندها علاقة بطبيعة الحال بالنتيجة ديال الاختبار الأول. إذا غنحاولو نفكرو في هاد التمرين. إذا غادي نحاولو نجاوبو على التمرين. بون، باش نجاوبو على التمرين كما قلتلكم، فهاد التجربة كما تلاحظو هاد التجربة فهي تتكون من تجربتين، هي فيها جوج ديال التجارب أو الاختبارين، وهاد الاختبارين ما مستقلينش، وحده الاختبار الاول مرتبط بالاختبار الثاني، والاختبار الثاني مرتبط بالاختبار الاول. دونك شنو تعملوا في هذه القضيه؟ بحال عندكم واحد مركب اختبارين اولا تجربتين، دونك انا تنسميه مركب تجربتين. اذا في هذه الحاله فتنستعملوا خاصيه ديال الاختبارات الكليه. كيفاش غنستعملوا هذه الخاصيه ديال الاختبارات الكليه؟ فنعتبر الحدث ا واحد هو ظهور رقم واحد عند رمي النرد، لان ما تنساوش بان اول تجربه هي رمي النرد. اذا الى اخترنا رقم واحد بمعنى اننا تنختاروا الصندوق اي واحد حسب التمرين. ناخذ الحدث ا جوج بنفس الطريقه، وظهور رقم جوج عند رمي النرد بمعنى اي اختيار صندوق رقم اي دو حسب التمرين. اذا الكون امكانيات فهو اكيد انه ا واحد اتحاد ا جوج، لان ا واحد هو ظهور رقم واحد، و ا جوج هو ظهور رقم جوج، لان عندنا جوج الارقام اللي كاينين في الناض. ما تنساوش بان الناض يحتوي على جوج الارقام، كاين رقم واحد وكاين رقم جوج، وبالتالي كون الامكانيات هو ا واحد اتحاد ا جوج. ثاني حاجه مهمه ان ا واحد تقاطع ا جوج يساوي مجموعه فارغه، لان ما يمكنش نلقاو في نفس الوقت ظهور رقم واحد وفي نفس الوقت نلقاو ظهور رقم جوج، ما يمكنش، مستحيل. اذا ا واحد و ا جوج شنو تتكون؟ فهي تكون جزئان، فوالا جزئان للفضاء اوميغا. دونك حنا في نفس الفقره ديال الدرس. اولا نعتبر الحدث بي هو الحصول على كره بيضاء، نريد ان نجد احتمال ديال هذا الحدث بي. فحسب صيغه الاحتمالات الكليه اللي شدنا في الدرس، فان بروبابيليتي دو بي احتمال هذا الحدث هو بروبابيليتي ديال ا واحد
مضروبه في الاحتمال الشرطي بروبابيليتي دو بي عماله ناقص واحد رقاقه زائد لا بروبابيليتي ديال ا2 كما قلنا لا بروبابيليتي ديال ا2 مضروبه في لا بروبابيليتي دو بي عماله ناقص ا2 محققه. اذا هذا الشيء هذا هو صيغه الاحتمالات الكليه. اذا ما تنساوش بان الصندوق اي واحد فيه 3 حمر وجوج بويض والصندوق اي جوج فيه 4 حمر وثلاثة بويض. اذا النرد بطبيعة الحال فيه 4 ديال الوحدات وفيه جوج ديال الجوجات. دونك كنحسبوا هاد البروبابيليتي دو بي. دونك لا بروبابيليتي دو بي شنو هي؟ البروبابيليتي ديال ا واحد شنو هي؟ ا واحد هي ظهور رقم واحد. اذا باش يظهر لي رقم واحد عند رامي النرد شحال عندي هنا من واحد؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك أربعة مناش، عندي أربعة ديال لي شونس مناش، من ستة ديال لي شونس لي كاينين في النرد بطبيعة الحال، مضروبة، هاهي مضروبة هنا. لا بخوبابيليتي دو بي، يعني الحصول على كرة بيضاء علما أننا في أ واحد، علما أن أ واحد محققة، ما معنى أ واحد محققة؟ يعني ظهور رقم واحد، وإذا ظهر رقم واحد فإننا نختار أي صندوق، صندوق أي واحد، إذا تنمشيو صندوق أي واحد. وتنشوفوا الاحتمال باش نحصل على كرة بيضاء. ما تنساوش بأن تنسحبوا كرة واحدة كرة واحدة. إذا الاحتمال باش نلقاو بيضاء بشحال؟ عندنا جوج ديال البويض، ها هما جوج ديال البويض مقسومين على بشحال من 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 كرة هنا هي خمسة، فوالا خمسة الكواري زائد بنفس الطريقة بخوميتي ديال أجوج، يعني ظهور رقم جوج، ها هو ظهور رقم جوج، بشحال عندي من جوج هنا؟ عندي جوج ديال الجوجات مقسومين على بشحال؟ على ستة مضروبة. فوالا احتمال ديال بي، يعني سحب كرة بيضاء علما أن أجوج محققة. ما معنى أجوج محققة؟ يعني اختيار صندوق أج إي جوج، تنمشيو لصندوق إي جوج. تمرين مهم هذا لأن فيه مركب ديال جوج اختبارين، تتسمو حنا تنسميو احتمالات الكلية. إي دو، إي دو فينا هي إي دو هي هادي. شنو بغينا؟ بغينا كرة بيضاء. إذا بشحال كرة بيضاء هنا؟ عندي ثلاثة بويض من بينات بشحال هنا؟ عندي سبعة ديال الكرات. إذا تنحسبو هاد 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 النتيجة تلقاو هي المهم هي 43 على 105. كالكيلاتريس تتحسب هادشي. دونك حنا حسبنا احتمال ديال الحدث بي. السؤال الثاني غنعتبرو واحد الحدث اللي هو نسميوه ار غوج، اللي هو السؤال الثاني هو الحصول بنفس الطريقه الحصول على كره ماذا؟ كره حمراء. الحصول على كره حمراء طبيعه الحال حسب صيغه، هنا تتبان الاهميه ديال صيغه الاحتمالات الكليه اللي شلنا في هذا الفقره. فان لا بروبابيليتي دو ار كم تساوي probability دو ار؟ إذا هي probability ديال أ واحد، ما تنساوش بأن أوميغا عندنا أ واحد و أ جوج زي، دونك probability ديال أ واحد مضروبة فاش؟ probability ديال هاد ار علما أن أ واحد محققة بلوس بحال اللي درنا له، probability ديال أش؟ ديال الجزء الثاني ديال أ جوج مضروبة فاش؟ في probability دو ار علما أن أ جوج محققة. بنفس الطريقة تنشوفو بروبابيليتي ديال أ واحد، ما تيتغيرش. بروبابيليتي ديال أ واحد هي 4 من 6، 4 من 6. بروبابيليتي ديال غوج علما أننا في أ واحد، يعني في الصندوق أي واحد، إذا غوج بشحال هي؟ 3 من 5 بلوس. بروبابيليتي ديال أ جوج راه ديجا حسبناها هي 2 من 6 مضروبة probability ديال كرة حمراء علما أن في صندوق إي جوج شحال كرة حمراء هنا؟ 4 على 7 دونك 4/7. إذا تنحاولو نلقاو يعني تنحسبو كالكيلاتريس ونلقاو النتيجة النهائية ديال هاد probability. دونك هذا هو. إذا كما تلاحظو فباش نحسبو لا probability دو بي ضروري تندوزو لهاد نهاد الزي اللي هو أ واحد و أ جوج، داكوغ؟ لأن سحب كرة حمراء كرة بيضاء، فاش نقولو الحصول على كرة بيضاء في هاد التجربة العشوائية، فما تعرفوش هاد الكرة البيضاء واش إي واحد ولا إي جوج، داكوغ؟ ما تعرفوش واش إي واحد ولا إي جوج، دونك لأن هذا مركب ديال هاد السحب ديال الكرة من إي واحد و إي جوج، وديال رمي النرد، دونك تندوزو بهاد صيغة الاحتمالات الكلية. هنا تتبان الأهمية ديال صيغة الاحتمالات الكلية. دونك الطريقة
يعني مهمه بزاف وتستعملوا في فيها صيغه الاحتمالات الكليه. غادي ندوزو دابا للسؤال الثالث اللي هو احتمال شرطي. اذا بالنسبه للسؤال ثلاثة، فالاحتمال اللي طلبوا لنا في السؤال ثلاثة هو، غنقرا السؤال ثلاثة: علما ان الكره مسحوبه بيضاء، سي لا بروبابيلتي علما ان الكره مسحوبه بيضاء، يعني احتمال شرطي، هيا بروبابيلتي علما ان بي محققه. شنو بغينا؟ ما هو احتمال ان تكون من الصندوق اي واحد؟ اذا ما معنى من الصندوق اي واحد؟ يعني ا واحد، داكوغ. اذا بغينا الاحتمال ديال ا واحد، يعني الكره ستكون مسحوبه من اي واحد. اذا لا بروبابيلتي ديال ا واحد علما ان بي محققه، وهذا احتمال شرطي. طبيعة الحال الإجابة على الاحتمال الشرطي شنو تنعملو؟ فهذا الاحتمال ما هو إلا بروبابيلتي ديال التقاطع ديال هادو بجوج، تنديرو التقاطع تنقسمو على بروبابيلتي ديال هادي لي تتحقق، داكوغ؟ وتنديرو التقاطع ديال هادو بجوج، فوالا هي هادي لدرنا. تبقى بروبابيلتي دو بي راه محسوبة هي 43/105، تبقى خصنا نحسبو بروبابيلتي ديال هاد التقاطع. نوريكم الطريقة كيفاش نحسبوها. أول حاجة خصنا نعرفو الحدث اللي هو بي تقاطع أ واحد، شكون هو؟ إذا شكون هو أ واحد؟ هو ظهور رقم واحد. وشكون هو بي؟ هو صاحب كرة بيضاء. شكون هو التقاطع؟ هو الواو. إذا التقاطع هو الواو، يعني بجوج في دقة واحدة. إذا بغينا بروبابيلتي ديال بي تقاطع أ واحد، أول حاجة خصنا يكون نهزو رقم واحد، الناض نحصلو على رقم واحد. إذا عندنا 4/6، لأن الناض فيه 4 ديال الوحدات الوحدات وجوج ديال الجوجات، وبالتالي باش نلقى واحد هي 4/6. نضربها الواو، الواو تنترجمو بالضرب، و في صاحب كرة بيضاء. بطبيعة الحال هاد الكرة البيضاء مين تنسحبوها؟ تنسحبوها بإي واحد، وبالتالي عندنا 2/5، فتنحسبو تلقاو 4/15. إذا تنعوضو هنا ب4/15، البروبابيليتي دو بي راه حسبناها سابقا هي 43/105، تنحسبو تنضربو في المقلوب تلقاو هي 28/43. واحد الملاحظة أساسية في هاد التمرين، دابا التمرين سالينا هنا ملاحظات، هو أن الحدث R اللي هو صاحب كرة حمراء هو الضد ديال الحدث B اللي هو صاحب كرة بيضاء. لأن ما تنساوش بأن كاين عندنا جوج ديال الاحتمالات، إما نسحبو كرة بيضاء ولا نسحبو كرة حمراء، داكوغ؟ لأن الصنادق بجوج إي واحد وإي جوج فيهم الكرات البيضاء والكرات الحمراء، ما كاينش شي كرات وحدين أخرين، ما كاينش شي لون واحد آخر. وبالتالي R يساوي B بار. إذا ممكن نستعملو الخاصية ديال بروبابيلتي دو R، هو بروبابيلتي دو بي بار اللي هو 1 - بروبابيلتي دو بي، اللي انا نحسبو تلقاو هو 62/105، تنحصلو بطبيعة الحال على نفس النتيجة. الملاحظة الثانية، هناك طريقة هامة جدا يمكننا نستعملوها باش نخرجو هاد الاحتمالات، ممكن نستعملوها، مهمة بزاف، ما يسمى بشجرة الإمكانيات. إذا جاتنا فرصة باش نستعملو شجرة الإمكانيات، كيفاش نستعملوها؟ غنوريكم الطريقة كيفاش نستعملوها. إذا رمي النرد، هنا هاد التجربة فيها رمي النرد، فبطبيعة الحال إلا رمينا النرد لي هو الضادوسة، فإما نحصلو على واحد ولا جوج، داكوغ؟ لأن النرد فيه الأرقام واحد وجوج. شحال عندنا من رقم واحد هنا في هاد النرد؟ عندنا 4، دونك احتمال هنا 4/6، دونك عندنا 4/6، شحال احتمال باش نلقاو جوج؟ عندنا 2/6، كيما قلتلكم إلا جمعنا هاد الغصنين خصنا نلقاو 1/1. 6/6 هي 1. إلا سحبنا، إلا الضد، إلا النرد عطانا رقم واحد، فحنا في صندوق رقم إي واحد، داكوغ؟ إذا بالنسبة لإي واحد بغينا بلونش، فتنشوف شحال عندي من كرة بلونش، ففي إي واحد عندي 2 بلونش، دونك عندي 2 مقسومة على شحال من كرة عندي في إي واحد، عندي 5 الكواري في المجموع، دونك 2/5. بالنسبة ل R عندي 3 الكرات حمر من بين 5، 3/5، داكوغ؟ بالنسبة لرقم جوج، فحنا في الصندوق إي جوج، هذا هو الصندوق إي جوج، حنا دابا هنا في الصندوق إي جوج حسب التجربة، وهنا عندنا الصندوق إي واحد، هذا هو الصندوق إي واحد، فوالا باش تعرفو فين خدامين، خدامين في الصندوق إي جوج. بلونش، شحال عندي بلونش؟ عندي أسيدي في صندوق 3 بويض، 3/5، شوفو واش 5 ولا كتر، 7، 3/7 وليس 5. بالنسبة لغوج، عندي في إي جوج عندي 4 غوج، دونك عندي 4 غوج من بينات
ما بين المجموع اللي هو 7. طبيعة الحال إذا جمعت الأغصان ديال هذه وهذه تلقى هي 7 على 7. إذا مثلا بغينا بروبابيليتي دو بلونش بي، فغادي نشوف فين عندنا بلونش، عندنا هنا وهنا. إذا غادي نشوف الأغصان اللي تعطيني بلونش، دونك كاين الغصن الأول اللي هو هذا وعاد هذا. لما تاخدوش هذا تتبداو من التجربة من الأول، هنا انطلاق التجربة. إذا عندي على هذا وهذا وهذا، يعني 4 على 6 تنضربو هذه في هذه، 2 على 5 زائد، أو هناك غصن الثاني هو هذا مع هذا، دونك الغصن الثاني ديال الشجرة هي 2 على 6، داكشي باش نسموها شجرة، تتشبه الشجرة، الغصن الثاني هو هذا مع هذا، و تنحسبوها تلقى بطبيعة الحال النتيجة كما سبق. خوبابيتي دو غوج، نفس الطريقة بغينا الحمر، دونك الحمر كاين 2 ديال الأغصان، كاين هاد الغصن اللي هو 4 على 6 هو مضروبة في 3 على 5 بلس، أو الغصن الثاني، لأن أو تنترجموها بلس، الغصن الثاني هي 2 على 6 ياك، فاش ف 4 على 7 وتلقاو نفس النتيجة. دونك هذا هو هذه الطريقة. بغينا هاد الحدث بتقاطع A1، هي ظهور رقم 1 ها هو داكوغ، مع سحب كرة بيضاء ها هي. إذا كما تلاحظوا هي 4 على 6 2 على 5، ها هي 4 على 6 مضروبة 2 على 5. إذا أعيد، بغينا الحدث بتقاطع A1، ها A1 وها بي. إذا التقاطع هي الواو، إذا تنضربو هاد الغصن كامل 4 على 6 مضروبة 2 على 5، 4 على 6 مضروبة 2 على 5 هي 4 على 15. دونك هذا تيتسمى فرع من الشجرة، تنقول أنا الغصن، لأن تشبه لما تنقولو فرع من الشجرة، وهادو كاملين عندنا فروع من الشجرة. دونك كما تتبان هنا تتبان لكم الأهمية ديال ما يسمى ديال شجرة الإمكانيات، وممكن تستعملوا هاد الطريقة باش تجاوبوا على مجموعة من الاحتمالات. دونك تنكونوا هاد الملاحظات هما اللي مهمين في هاد التمرين. اذا غادي ندوزو فقره واحده اخرى، ما يسمى بالاستقلاليه لانديبوندونس، وغادي نبداو بالضبط باستقلاليه حدثين. غادي نشوفو فوقاش تيكونوا جوج الاحداث مستقله، لانديبوندونس دو دو زيفينمون. تعريف: ليكن بي احتمالا معرفا على كون امكانيات اوميغا. اذا بي هو الاحتمال معرف على اوميغا. نقول إن حدثين أو بي مستقلان، يسون انديبوندون، فوقتاش؟ إذا كان، إذا مستقلان فوقتاش؟ إذا كان الاحتمال ديال التقاطع ديالهم تساوي الاحتمال ديال أن ضروف الاحتمال ديال بي. بعبارة أخرى، أي احتمال ديال بي علما أن أ محققة يساوي احتمال ديال بي، حل هاد أ لا تؤثر على بي، يعني هذاك الشيء باش نسموه حدثان مستقلان. و البروبابيليتي ديال A علما أن B محققة تساوي بروبابيليتي دو A، كذلك ف B غير مرتبطة ب A، يعني تنقولو مستقلان. إذا يكون الحدثان A و B مستقلان، إما تكون عندكم هذه أو لا يكون عندكم هذه، حدا فيهم بطبيعة الحال لأنهم متكافئين، أو لا تكون عندكم هذه، على حسب التمرين. إذا وحدة فيهم كافية، فإذا كان بي دو أ ضربته في بي دو بي لقيتو بي ديال التقاطع، فالحدثان مستقلان، كانوا مختلفين فالحدثان غير مستقلان. فشي تمرين لقيتو مثلا بخوبابيتي احتمال الشرطي يساوي بي دو بي، فمستقلان، مختلفين ماشي مستقلان، إلى آخره. عاوتاني لقيتو هاد الاحتمال الشرطي متساويين يساوي بي دو أ، فمستقلان. إذا لماذا هادي تتعطينا هادي وتتعطينا هادي؟ لأن كما تتعرفوا أن بروبابيليتي ديال أ تقاطع ب كما شناها هي بروبابيليتي دو أ مضروبة في بروبابيليتي دو بي، علما أن أ محققة، هادي شناها في احتمال الشرطي. فإذا شدينا هاد النتيجة مع هاد النتيجة ودرنا واحد المقارنة، فبي دو أ هي بي دو أ، فبطبيعة الحال هادي خصها تكون تتساوي هادي في حالات حدثان مستقلة، شتي باش كتبناها. كذلك نعلم أن بروبابيليتي ديال التقاطع يساوي بروبابيليتي دو بي مضروبة في بروبابيليتي دو بي دو أ علما أن بي محققة. فإذا درنا واحد المقارنة بسيطة بين هذه وهذه، فهذه هي هذه بطبيعة الحال، بي دو بي هي بي دو بي، فتنستنتجو بأن بي دو أ تتساوي بي دو أ علما أن بي محققة، هذه في الحالة ديال أ و بي حدثان مستقلان. إذا هذا الشرح ديال علاش متكافئين. إذا هناك تكافؤ بين هاد العلاقات، فاش تنديرو أي يعني تكافؤ، يعني تكافئ هذه تكافئ هذه.
هذه في الحالة ديال حدثان مستقلان. استقلالية اختبارين، إذا بكل بساطة نعتبر تجربة عشوائية مكونة من اختبارين، عندنا واحد تجربة فيها جوج اختبارات، إذا كانت نتائج الاختبار الأول لا تؤثر على نتائج الاختبار الموالي اللي هو الاختبار الثاني، فإن نقول أن التجربة تتكون من اختبارين مستقلين. إذا فوقتاش يكون عندنا اختبارين مستقلين؟ بكل بساطة إذا كانت نتائج الاختبار الأول لا تؤثر على نتائج الاختبار الثاني، فنقول بأن الاختبارين مستقلين، يعني النتائج ديال الأول ما عندها حتى علاقة بالنتائج ديال الثاني، لا تؤثر. إذا هناك كاين عدم تأثير. تكرار حدث، هذه مهمة بزاف. تكرار حدث، بعض المرات تنبغيو الحدث يتكرر لنا، الخاصية ناخذ واحد احتمال حديث واحد احدث باردون احدث احتمال او بي، بمعنى راه بروبابيليتي دو اي كالا بي صغيره تتكون معطيه في التمرين في اختبار عشوائي، ان وبي عددا صحيحا طبيعيا بحيث بي اصغر من او يساوي ان، ضروري تكون بي صغيره من ان او يساوي. اذا اعيد الاختبار ان مره، تصوروا بان الاختبار عودناه ان مره، يعني التجربه عودناها ان مره، فان احتمال وقوع حدث ا، بغينا الحدث ا يكون يتحقق لنا كم مره بالضبط، بطبيعة الحال ك أصغر من أو يساوي إن، هنا عندنا راه ك ضروري تكون أصغر من أو يساوي إن، فبغينا أن الاحتمال وقوع الحدث أي تحقق لنا ك مرة بالضبط، ففي هذه الحالة كاينة خاصية اللي تتعطيني، إذا هنا ماشي هنا ك، هنا سمحوا لي إن و ك، فوالا ماشي بي، لأن بي احتمال إن و ك حيث ك انفيريور كالا إن، فوالا. طبيعة الحال ك أصغر من أو يساوي إن، أما بي ما عندو حتى علاقة بك أو إن، إذا كاين احتمال وقوع الحدث أ كمرة بالضبط، هناك خاصية غادي نكتبها دابا لي تتعطينا تكرار هاد الحدث أ. إذا كما قلنا احتمال وقوع الحدث أ كمرة بالضبط هو سي ك إن، دونك هادي خاصية مهمة، سي لا كومبينيزون دو ك بارمي إن مضروبة في بي أوس كا، دونك هنا بي أوس كا مضروبة في أن ناقص بي أوس أن ناقص كا، ما تنساوش بأن بي لو بتي بي سي لا بروبابيليتي دو أ، هو الاحتمال ديال الحدث اللي تيتكرر. ناخدو مثال باش نفهمو هاد الخاصية، نرمي نرد غير مغشوش أربع مرات متتالية، دونك ترميو النرد المرة الأولى تنشوفو النتيجة ديالو، ترميو النرد المرة الثانية وتنسجلو النتيجة ديالو، ترمي النرد المرة الثالثة وتنسجلو النتيجة ديالو، ثم نرمي النرد المرة الرابعة وتنسجلو النتيجة ديالو، إذا ماشي رمي ديال النرد مرة واحدة بل أربع مرات متتالية، فوالا. إذا أربع مرات، النرد له ستة وجوه مرقمة من واحد لستة، دونك خدينا النرد الكلاسيكي لي وجوه مرقمة من واحد إلى ستة. السؤال هو أحسب احتمال حدث بي، شنو هو الحدث بي؟ هو الحصول على عدد زوجي ولكن ثلاث مرات بالضبط، ثلاث مرات بالضبط. إذا إن فوا تشوفو مثلا بأن هناك تكرار لا ثلاث مرات أو لا مرتين أو لا أربع مرات بالضبط على حسب التمرين، فهنا بطبيعة الحال عندنا واحد الحدث لي تيتكرر، وبالتالي يجب أن نستعمل خاصية ديال تكرار الحدث، داكوغ؟ إذا نعتبر الحدث أ في الحل، نعتبر الحدث الأصلي اللي هو الحصول على عدد زوجي، إذا ماذا يمثل ب؟ فب هو تكرار ديال الحدث أ كما تلاحظوا ثلاث مرات بالضبط، إذا هناك تكرار وبالتالي الخاصية نستعملو هي هذي، إذا تتكون هذه التجربة من تكرار اختبار رمي النرد أربع مرات، بطبيعة الحال فترميو النرد أربع مرات، إذا هناك تكرار ديال التجربة أربع مرات. بمعنى ان هي 4. الحدث بي، الحدث بي شنو هو؟ هو تكرار ديال اش ديال الحدث ا، هو هذا شحال مره؟ ثلاث على حسب التمرين ثلاث مرات بالضبط. اذا في هذه الحاله ك شنو تتساوي ك؟ هي ك مره بالضبط، اذا ك هو عدد تكرار، هو ثلاثه في هذه الحاله، ومنه حسب خاصيات تنسميوها اختبارات متكررة أو لا تنسميوها تكرار حدث، فإن فلا بروبابيليتي دو بي هي اللي بغينا، فوالا شنو هي؟ هي سي كا من ان شحال كا؟ سي تروا من ان شحال؟ ان 4، تنعوضو صافي بي بي أوس 3
ا موان بي اس اس ماذا؟ اس 4 ناقص 3 اللي هي 1. خصنا نلقاو بي، فبي هو البروبابيليتي دو ا، هو الاحتمال ديال الحدث اللي كيتكرر. فالحصول على عدد زوجي طبيعة الحال شحال عندنا من عدد زوجي؟ دونك عندنا عدد زوجي في الضاد و صافي في النار، عندنا جوج و 4 و 6. سيتادير كو لا بروبابيليتي دو ا هي الكاردينال دو ا اللي هي 3 من 6 هي 1 على 2. داكوغ، دابا بروبابيليتي دو ا هي 1 على 2. اذا انا نعوضو هادي، اذا لا بروبابيليتي دو بي سي 3 من 4 كالكولاتريس هي 4. داكوغ، لان سيكا هي 4 باستعمال كالكولاتريس. بي هي 1 على 2 اس اس 3 تنضربوها 1 ناقص 1 على 2 اللي هي 1 على 2 في هذه الحاله، هي 1 على 2 في هذه الحاله اس 4 ناقص 3 اللي هي اس 1 اللي هي 1. اذا تنحسبوا هذه البروبابيليتي دو بي عندكم كالكولاتريس ولا باليد هنا سهله، دونك هي 4 على 2 اس 3 هي 8، 8 في 2 اللي هي 16 اللي هي 1 على 4. دونك هذا هو فوالا، هذا هو الاحتمال ديال التكرار. اذا اون فوا كخلاصه ديال هذا الشيء، اون فوا يكون عندي تكرار تجربه، فبطبيعه الحال فاش يكون عندي تكرار تجربه فتنستعملوا هذه الطريقه سي كامل ان خاصيه بي اس كا نضربها في ان واحد ناقص بي اس ان ناقص بي او ان ناقص كا، حيث بي هو بروبابيليتي دو ا، فدائما كا تكون صغيره من ان. كا هنا في هذه الحاله هي عدد تكرار ديال الحدث اللي هي 3، 4 هو تكرار ديال التجربه هي 4 المرات، بي هي احتمال ديال الحدث اللي تيتكرر هو الحدث ا في هذه الحاله زوجي 2 4 6 وبالتالي 3 على 6 هي 1 على 2. فتنعوضو هنا 1 على 2 وهنا 1 ناقص 1 على 2 في هذه الحاله عطانا 1 على 2 اس ان ناقص كا اللي هي 1، دونك هي 4 على 4 على 16 بعد اختزال هي 1 على 4. اذا هذه خاصيه ديال تكرار ديال حدث ا. اذا تنكونوا سالينا هذه الحصه ديال اللي هي حصه مهمه بزاف، مهمه فيها امور يعني جديده ومهمه بزاف، فيها ما يسمى بصيغه الاحتمالات الكليه اللي هي مهمه بزاف، وكذلك ما يسمى بتكرار واحد الحدث. اذا حتى الحصه الجايه ان شاء الله ونشوفوا ما يسمى بالمتغيرات العشوائيه. إذن السلام عليكم.